الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وإن لنا ولكم في القصص لعبرة. والله جل وعلا قص علينا القصص في القرآن ليعتبر أولو الأبصار وليتدبر من كان حيا. إخوة الإسلام، إنما نحكي هذا القصص لنأخذ منه العبرة ونأخذ منه العصة العظة. وهذا الذي نحكيه هو أصح تاريخ، أقول بالفم المتسع أصح تاريخ. لماذا؟ لأن التواريخ إنما يكتبها دائما البشر، هذا التاريخ الذي ننقل منه جاء من أوثق كتاب في الدنيا، من كتاب الله جل وعلا، ثم من أصح الكتب بعده بعد القرآن، البخاري ومسلم وغيرهما. ننتقل إلى حلقة جديدة في تعليم الله الناس السنن الكونية حتى يتعلموا. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت دعوته تزهو وتنتشر، كان إذ ذاك في الكون مملكتين أو مملكتان هما أعظم ملك الدنيا، كسرى والروم، فارس والروم، كسرى وقيصر. كما يقال في المصطلحات السياسية كانت الأرض إذ ذاك ثنائية الأقطاب، يعني قطب شرقي وقطب غربي، هذا كان موجود إلى عهد قريب. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل وبدأ بدعوته وبدأ ينشر دعوته وبدأ يستجيب له الناس، من دعوته صلى الله عليه وسلم أن يدعو الشرق والغرب، ليس لأن كسرى قبيلة عظيمة وأمة قوية يخاف أن يتركها، لا، وليس هذا أيضا للقياصرة في الغرب أبدا، هو مكلف بدعوة يدعو الجميع إلى دين الله. لذلك أرسل رسائله إلى هرقل ملك الروم وإلى كسرى عظيم الفرس. لما أرسل كتابه لكسرى قابله كسرى، أي قابل الكتاب مقابلة سيئة مقيتة، والكتاب الحقيقة كان مكتوب بأسلوب نبوي رائع جدا على ما نقل، أسلوب في منتهى الأدب والخلق والتعامل مع الرؤساء. يقول صلى الله عليه وسلم: سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أدعوك بدعاء الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة، إلى الناس كافة، لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فإن تسلم تسلم وإن أبيت فإنما إثم المجوس عليك، تحمل جرتهم أنت. لما قرأ كسرى الكتاب، وكان كسرى يعتقد أن العرب جميعا بأرضهم من ضمن ممالكه، حتى اليمن في الجنوب كان يضع له حاكما هو يوليه وهو تحت إمارته، فأخذ الكتاب وشقه، ولا حول ولا قوة إلا، قطعه وبدده وقال: يكتب إلي بهذا وهو من عبيدي، يعني من مماليكي أنا أملكه. ثم أرسل إلى حاكمه على اليمن وقال: أرسل لهذا الرجل رجلين جلدين يأتياني به، يجيبه لي لحد هنا ونعرف حكمه إزاي. ملك اليمن اللي هو التابع لكسرى في ذلك الزمان، وأنا أستغنى الأسماء حتى لا نقع في أخطاء، أرسل فسأل عنه صلى الله عليه وسلم، فجاءه الخبر، فأرسل فعلا رجلين من رجاله لي يعني يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رهينة فيسلمني إلى من؟ إلى كسرى، بناء على ما تقدم به كسرى وطلبه. فلما جاء الرسولان إلى أرض الحجاز ودخل الطائفة وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبروهم أهل الطائف أنه فين؟ أنه في المدينة، لسه قدامكم 500 كيلو ده في الشمال يطلعوا كمان. العجيب أن أهل الطائف استبشروا، قالوا: قد دخل كسرى، يعني دخل على الخط، خلاص بقى محدش ضد كسرى، محدش يقف ضد كسرى ولا ضد قيصر، دول اللي قدام بيموتوه. لا يا حبيبي، أهل الإسلام عندهم ما يستعين به أقوى من ذلك، هم يستعينون بالله ولو على الدنيا كلها. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان انطلق من الطائف رايحين له، فقدم عليه صلى الله عليه وسلم ودخلوا عليه وقالوا: احنا رسل شهنشاه. شهنشاه دي كلمة يعني معناها ملك الأملاك، يعني ملك الملوك، يعني الرجل كان يسمى عرشه الأقرب عرش الطاووس، يعني هو أكبر ملك في الدنيا. كتب إلينا أن نأتيك فنأخذك معنا إلى جلالة الملك، لا، إلى ربنا، إلى كسرى، وإن أبيت
مش عايز تيجي. فهو من قد علمت، انت عارف هو مين؟ سيهلكك ويهلك اهلك ومالك وارضك، اعمل كل حاجه. شوف اخو الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم حكيم، النبي صلى الله عليه وسلم حكيم، نبي مهدي من الله جل وعلا. دخل عليهم بعد ان سمع مقالاتهما ثم نظر الى وجوههما وقد حلق اللحى واعفيا الشوارب، فنظر اليهما كارها لهذا المنظر وقال: ويلكما، من امركما بهذا؟ ويلكما، من امركما بهذا الفعل؟ تحرقان اللحى وطلع الشوارب، ويلكما، من امركما؟ قالوا: امرنا ربنا. يعني كسرى، امرنا ربنا. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: ولكن ربي جل في علاه امرني باعفاء لحيتي وقص شاربي. سبحان الله العظيم، معلومه صغيره كده بس كده بعرف ان احنا دين الاسلام يخالف غيره من الاديان، اخص اديان وضعيه. ربي امرني باعفاء اللحيه وقص الشارب صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ارجعها الي من غد. هديكم رايي في اللي بتقول ده بكره. ثم بات صلى الله عليه وسلم ليلته هذه، فاتاه الخبر من الله جل وعلا، وهذا الذي يغفر عنه كثير من غير المسلمين. اتاه الخبر من الله والوحي لا يعلم، انتبه، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الوحي لا يعلم إلا الله. طب والأنبياء كما جاء في ختم القرآن: إلا من رسول، الله يوحي إليه، يعلمه، يعلمه شيئا من الوحي لخدمة دينه وتعليم الناس. فلما بدأ سلم وأصبح والتقى بهم وهم رسل لا يقتلون ولا يؤذون، قال لهما: إني رسول الله، والخبر يأتيني من السماء، والخبر يأتيني من السماء، وأن الله قد سلط على كسرى ابنه شيرويه فقتله في شهر كذا وكذا من يوم كذا وكذا في ليلة كذا وكذا. في رواية: أن ربي قتل ربكما، أن ربي قتل ربكما، فانظر ماذا ترون، فانظر ماذا ترون. تعجب الناس، تعجبوا، هذا العربي المسكين البسيط له رب يقتل ربنا، له إله يقتل إلهنا. هذا ليس بكلام ملك ولا بكلام أمير ولا كلام بشر، هذا إن صدق فهو من هو، فهو من هو. لذلك بعد أن أخبرهما، بعد أن أخبرهما صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أخبره بذلك عني، أخبره بذلك عني، وقولوا إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى وينتهي إلى الخف والحافر، وقول له: إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك من أبناء، وإن خالفت فالعكس. بالعكس، دارت الأيام ورجع وصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم: وكسرى إذ تقاسمه بنوه بأسياف كما اقتسم، كما اقتسم اللحام، تمخضت المنون له بيوم أتى، ولكل حاملة تمام. كما مزق كتاب النبي مزق الله جل وعلا ملكه، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، بل بشر المؤمنين لتفتتحن عصابة من المسلمين كنزا لكسرى أي الأبيض، وقد فتحه المسلمون. هذا بذاك توفيق من الله جل وعلا، وتلك الأيام ندونها بين الناس. أسأل الله أن يهدينا وإياكم، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأنفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.